للمساء وقع جميل في نفوسنا يحتضن أفكارنا وأحاديثنا لنرمي أعباء اليوم على عتبة أحبتنا ونفضفض لهم عما يدور في خواطرنا. ننتظر الدعم من خلال كلماتهم الإيجابية لرفع أرواحنا ومنحنا القدرة على مواجهة تحديات الحياة والتغلب على مصاعبها. ففي كل مساء يزداد شغفنا لتكملة الطريق. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث المساء اللي يطلع عليكم يوميا عبر قناة الشرقية من كلباء بأمسية نجوب بها إمارة الشارقة ومدن المنطقة الشرقية. نطلعكم على أهم الفعاليات والبرامج إضافة إلى الموضوعات والفقرات المتنوعة. وإليكم أهم العناوين. سلطان بن أحمد يفتتح النسخة السادسة من فعاليات إكسبوجر 2022. مكتبة وادي الحلو تستضيف برنامج ملهمون بيننا بشعار كتاب في أدب الطفل. أكاديمية النقل البحري دور استراتيجي لتعزيز الاقتصاد البحري. إضافة مشاهدينا الكرام كما ذكرنا الكثير من المواضيع إن شاء الله الحاضرة معنا في برنامج حديث المساء، والزملاء المراسلين كالعادة اللي يجيبون المنطقة الشرقية ينقلون أهم الفعاليات وأهم ما يميز منطقتنا الشرقية. مشاهدينا فريق العمل دائما ما عودنا يطلعنا على أهم العناوين في مواقع التواصل الاجتماعي، نبدأها معكم بهذا الخبر. سلطان بن أحمد يفتتح النسخة السادسة من فعاليات إكسبوجر 2022. تفاصيل هذا الخبر افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان قاسمي نائب حاكم الشارقة صباح الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2022 الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. إذ تحتفي إمارة الشارقة وذلك في 9 حتى 15 من فبراير الجاري بحكايات 1600 صورة يقدمها 70 مصورا عربيا وأجنبيا من أفضل مصوري العالم، وثقوا بعدساتهم أكثر لحظات الحياة استثنائية وحملوا تجارب الشعوب وجماليات أمكنتهم وأيضا أمكنت البلدان في الإمارة. التفاصيل في التقرير التالي. بمشاركة أكثر من 70 مصورا من مختلف أنحاء العالم يقدمون أكثر من 1600 صورة وعمل فني ملهم من خلال 45 معرضا فرديا وجماعيا. شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام في إكسبو الشارقة افتتاح فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. الحفل الذي حضره أيضا الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. استهل بعرض مرئي شمل التأثير الكبير للتصوير بالإضافة إلى مجموعة من اللقطات العالمية لمختلف القارات والمناطق الطبيعية. وتأكيدا على تأثير الصورة الفوتوغرافية ومقدرتها على صنع التغيير وتحقيق الاستجابة الفاعلة من قبل المجتمعات تجاه مختلف القضايا الإنسانية، كرم سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة المهندس اللبناني رودريغيس مغمس الذي التقط صورة للطفل السوري اللاجئ حسين ظهر فيها منغمسا في قراءة كتاب وهو يبحث عن البلاستيك والخردة داخل حاوية للمهملات، وساهم من خلال هذه الصورة التي التقطها بهاتفه في حشد التضامن الواسع مع قضية تعليم الأطفال. واستكمالا لرسالة الصورة أعلن المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير عن تحمل كامل تكاليف التعليم المدرسي للطفل حسين الذي دفعته الظروف للانقطاع عن التعليم والعمل في جمع الخردة لإعالة والده المريض وأخواته الأربع
ليجسد المهرجان بذلك رسالة الشارقة في التفاعل مع لغة العدسة وخطابها البصري والإنساني المؤثر. بدوره ألقى طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن التجدد الذي تحدثه الصورة في وعي الإنسان قد يكون مفتاحا للتحول نحو الالتزام الثابت بقضايا العالم. إن التجديد الذي تحدثه الصورة في وعينا قد يكون مفتاح التحول نحو الالتزام بقضايا العالم، وقد يكون أيضا بمثابة الصدمات المتكررة التي يحتاجها وعينا من حين إلى آخر، لندرك بأن جمال العالم ليس قضية مسلما بوجودها ثابتة لا تتغير، بل هي قضية تحتاج للمزيد من العمل للحفاظ عليها وأبقائها حية. وفي عرض افتتاحي للمهرجان تناول المصور كريس رينيه التغييرات البيئية المتسارعة وتأثيرها على فقدان كوكب الأرض لتنوعه الثقافي والحيوي، وشبه تلك التغيرات بتسونامي مستمر يتسبب بانقراض أنواع عديدة من الحيوانات بقدر ما يتسبب بخسائر في الجانب المعرفي والهويات التقليدية والثقافات الأصلية للشعوب مثل اللغات، وما يفقده الإنسان من ممارسات حكيمة كانت عاملا مهما للاستدامة والبقاء على قيد الحياة. بدورها أكدت ويتني جونسون نائبة رئيس قسم التصوير والتجارب المرئية في ناشيونال جيوغرافيك أن الصور تساعد على فهم تجارب الأفراد والمجتمعات من مختلف الثقافات، وأن الصور أظهرت على مدى عامين من انتشار جائحة كوفيد-19 مدى المرونة والقدرة على التكيف ومواجهة خطر الوباء. عقب حفل الافتتاح تجول سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رفقة السادة الحضور في أروقة وأجنحة المهرجان المتنوعة من خلال المعارض والقاعات وأركان الجهات الإعلامية والشركات المتخصصة، حيث استمع سموه إلى شرح من المصورين المشاركين حول أعمالهم المعروضة ضمن المهرجان وتفاصيل قصصها والظروف التي تعكسها، كما تعرف أيضا على الجوانب الفنية للصور المشاركة والتقنيات المستخدمة في التقاطها. وزار سموه أجنحة الجهات المشاركة والراعية التي تقدم مشاركات متنوعة تحاكي فنون التصوير، وتحتفي الدورة السادسة من المهرجان بفن التصوير وقضاياه، إذ يقدم على مدى 7 أيام متواصلة فعاليات متنوعة ما بين جلسات وورش عمل تدريبية بالإضافة إلى جلسات تقييم الأعمال الفنية. وتحتضن دورة هذا العام من المهرجان في يوم غد قمة بيئية تحت شعار إنقاذ المحيطات لتسليط الضوء على التحديات والمخاطر الناجمة عن تلوث البحار والمحيطات بمشاركة نخبة من أشهر المصورين العالميين. بالفعل مشاهدينا الكرام، إكسبوجر يجمع نخبة من المصورين والمبدعين من مستوى العالم، وكذلك يناقش قضايا مختلفة من خلال صورة. ننتقل مشاهدينا الكرام لاستكمال باقي أخبار هذا المساء. جامعة الشارقة تطلق 3 برامج تدريبية لتنمية المهارات البرلمانية للطفل، في تفاصيل هذا الخبر. أعلنت جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل عن إطلاق مجموعة من الدبلومات والبرامج التدريبية لرفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال والعاملين في هذا المجال، يقدمها مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جامعة الشارقة وبحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجهول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة أيمن عثمان باروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل. وأعلن عن طرح 3 برامج تدريبية جديدة، وهي دبلوم البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني المستوى المتقدم، التي تهدف إلى تطوير مهارات فريق العمل الإشرافية والقيادية للأعضاء. أما البرنامج الثاني فهو الدبلوم المهني في تطوير مهارات فرق العمل الإشرافية والقيادية لأعضاء البرلمان العربي للطفل. والبرنامج الثالث هو دبلوم مهارات العمل البرلماني، الذي سيقدم على مستوى أو على مدى 6 أشهر عددا من المحاور العلمية والعملية، من بينها تنمية المهارات البرلمانية ومهارات الإلقاء والقيادة والتواصل مع الآخرين والإبداع والابتكار.
وننتقل الآن مشاهدينا الكرام أيضا إلى خبرنا التالي. المنتدى الافتراضي الشرقة تبتكر ينطلق 14 فبراير الجاري. في تفاصيل هذا الخبر، تعلن لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشرقة عن تنظيم المنتدى الافتراضي الشرقة تبتكر يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من فبراير الجاري، الذي يلقي الضوء على أهمية الابتكار في دعم الاستراتيجية وأهداف إمارة الشرقة ودولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلية. ويعد المنتدى منصة داعمة للموهوبين والمتميزين في مختلف القطاعات التي تخدم توجهات إمارة الشرقة ودولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف إلى إلقاء الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها وجهة للابتكار وبيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين والمخترعين من جميع أنحاء العالم. يشارك في المنتدى نخبة من المتخصصين في مجال الابتكار والإبداع الوظيفي، الذين سيقدمون تجارب غنية في مجال الابتكار والدور الذي يؤديه في خدمة توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مختلف ممارسات الابتكار في العمل الحكومي. وعلاقة الابتكار بتطوير العمل والأداء، وربط الابتكار بمخرجات الدولة وتوجهاتها. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام أيضا إلى خبرنا التالي. المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة يناقش خطة عمله لعام 2022. تفاصيل هذا الخبر، عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة اجتماعه الدوري الأول لعام 2022، وناقش الحضور خطة عمل المبادرات والمشروعات المجتمعية التي تعتزم إدارة المجلس إطلاقها خلال عام 2022، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والصحية المستدامة، وتمكين أفراد الأسرة من أداء أدوارهم المجتمعية، وضمان استقرار وتعزيز الوعي في شتى المجالات للارتقاء بمكانة الأسرة والحفاظ على تماسكها، وبناء نموذج متميز لأسرة متلاحمة وأيضا متجهة وفقا لأسس ثابتة تستند على مستهدفات مئوية للإمارات 2071. واستعرض الاجتماع نتائج نجاح تكامل مبادرات ذات الصلة بقضايا الأسرة والطفل من خلال مبادرة تشبيك، من أجل توحيد الفعاليات والمبادرات المتشابهة بين إدارات المجلس تحت مبادرة واحدة. طبعا مشاهدينا الكرام، هذه كانت الأخبار لهذا اليوم من موقع التواصل الاجتماعي. ننتقل معكم الآن إلى الشارقة ومهرجان إكسبوجر الشارقة. على مدار 7 أيام من اليوم تتحول قاعات إكسبو الشارقة إلى عالم من الصور التي تروي مغامرات كبيرة خاضها أشهر المصورين العالميين من أعماق المحيطات إلى أقاصي الأرض والصحاري، بانطلاق فعاليات الدورة 6 من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر ابتداء من اليوم حتى 15 فبراير الجاري تحت شعار عالم من إكسبوجر. ولمعرفة تفاصيل المهرجان وما يتضمنه على مدار 7 أيام، يسعدنا يكون معنا الأستاذ عبد الله حسين ياسي، رئيس قسم العلاقات العامة بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. حياك الله ويا أستاذي، ومساكم الله بالخير، وبداية نبارك لكم نجاح وافتتاح هذه النسخة. يا هلا ومرحبا اخوي محمد، مسي عليك وعلى جميع المشاهدين بخير، ونشكركم على هذه الاستضافه. يا مرحبا وسهلا. اليوم نتعرف عن تفاصيل جديده حول هذا المهرجان وتفاصيل متميزه في هذه النسخه. بالتاكيد راح تكون هناك يعني مفاجات للجمهور ولزوار هذه يعني المهرجانات المميزه في اماره الشارقه. نتحدث عن تفاصيل هذه النسخه. نعم بلا شك، المهرجان اليوم انطلق في دورته 6، هذا المهرجان اللي هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط. المهرجان في السنوات الماضية اليوم يكمل سنته 6، دورة استثنائية بلا شك، لأنها امتدت ل7 أيام متواصلة بعد ما كانت خلال الدورات الماضية على تقتصر على 4 أيام، بالإضافة إلى أن خلال هذه 7 أيام برنامج متكامل من الفعاليات والورش والجلسات الملهمة والمعارض الفردية والجماعية للفنانين.
كل هذا الجمهور على موعد مع مثل ما نقول وجبة غنية من التغذية البصرية من هذه الصور واللوحات. بالفعل نتحدث اليوم عن يعني ما شاء الله أيام متواصلة من هذا المهرجان، وبالتأكيد تمديد أيام المهرجان، فهذا اندل فهو يدل على نجاح التجربة فعلا في إمارة الشارقة في النسخة السادسة. فما هو الجديد إن شاء الله في هذه النسخة؟ نعم، امتداد المهرجان لسبعة أيام يأتي في إطار استجابة لرغبة الجمهور أنه يحصل فرصة أكبر للتعرف على المهرجان والالتقاء بالفنانين وكبار المصورين من اللي موجودين معنا من مختلف دول العالم. في هذه الدورة يشارك معنا أكثر من 70 مصور يقدمون 1600 صورة أو مثل ما نقول قصة بصرية ملهمة من أقاصي الأرض لمغربها، من شرقها لجنوبها، تأخذك من أعماق البحار للصحاري للأدغال لوسط الحروب للأماكن، يعني اليوم قصص كثيرة يرويها المهرجان لزواره. بالإضافة إلى ورش العمل اللي يقدمها المهرجان، اليوم المهرجان أصبح منصة تعليمية وتدريبية في فنون الصور البصرية والفنون البصرية. نعم. بالإضافة إلى الجلسات الملهمة للفنانين اللي يستعرضون خبراتهم الممتدة على مدار السنوات الطويلة. نعم أستاذ عبد الله، ذكرت أن هناك ما شاء الله عدد كبير من المصورين المشاركين في هذه الدورة، فبالتأكيد يعني نخبة من المصورين العالميين، نستعرض بعض الأسماء المشاركة وأهم الأسماء المشاركة في هذه النسخة إن شاء الله. نعم، في كل سنة المهرجان يحرص أن يستقطب أفضل المصورين وأفضل من يقف خلف الصور المميزة اللي نشوفها في أغلب دول العالم. في هذه الدورة يشارك معنا يمكن صاحب الصورة المميزة جدا، صاحب الصورة صورة الفتاة الأفغانية اللي تصدرت أغلفة مجلة ناشيونال جيوغرافيك واختيرت كأميز صورة في تاريخ المجلة. يشارك معنا بالإضافة إلى كذلك المصور الإماراتي ماجد البستكي اللي يمكن شفنا صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من زوايا جدا رائعة كان يصور فيها إمارة الشارقة ويبرز معالمها، بالإضافة إلى المصور أسامة العلبي اللي هو متخصص في تصوير النجوم والكواكب والمجرات. فبالإضافة إلى عدد كبير يمكن ما بنخلص إذا ذكرنا المصورين. ما شاء الله مصورين، كل مصور سيرة ذاتية جدا كبيرة ونال على تقديرات وجوائز كبيرة عالمية. فعلا أستاذ عبد الله، تتميز دورة هذا العام باستضافة أول قمة بيئية في طبعا 10 فبراير تحت شعار أنقذوا المحيطات، اللي أكيد تمثل نداء عالمي لتوحيد الجهود وإيجاد حلول فاعلة لمخاطر تلوث البحار والمحيطات. ما تفاصيل يعني هذه الاستضافة ولماذا اخترتوها في هذه النسخة؟ نعم، من خلال يمكن يوم غد نحن على موعد مع القمة البيئية التي تنظم للمرة الأولى. نعم. على مستوى المهرجان، واللي إن شاء الله راح تشارك فيها بكلمة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى مجموعة ونخبة من المشاركين من المصورين والعلماء والمستكشفين اللي مهتمين بشؤون البيئة والمحيطات والبحار. في هذه الدورة يمكن العنوان الأبرز كان اهتمامنا على المحيطات ومناقشة قضايا المحيطات واستعراض يمكن الصور والقصص اللي المصورين يروونها عن هذه المحيطات والبحار للحفاظ عليها والحفاظ على ما تحتويه من كنوز ويعني عالم مدهش جدا في هذه المحيطات. نعم أستاذ عبد الله، احنا اليوم نتحدث عن مهرجان عالمي ضخم في إمارة الشارقة على مدار 7 أيام، ماذا سيقدم المهرجان من فعاليات وورش وجلسات في أروقة هذا المهرجان لاستفادة الزوار منها وكذلك محبي التصوير وأيضا يعني المبدعين في هذا المجال؟ نعم، المهرجان مثل ما قلنا يحتوي على برنامج متكامل على مدار طيلة أيامه السبع. المهرجان يبدأ يستقبل الزوار من الساعة 10 صباحا ولغاية 10 مساء. طول هذه الفترة فيها ورش وفيها فعاليات وفيها أنشطة وجلسات. يمكن اللي يميز هذه الدورة كذلك أن يوم غد مساء راح يتم الكشف عن الفائز بجائزة المصور المستقل واللي أطلقها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الإعلام في النسخة الماضية، واليوم نشوف نتائجها ونشوف المصورين كان فيها عليها تنافس وإقبال كبير من مصورين من مختلف دول العالم. بالإضافة إلى جوائز إكسبوجر اللي هي من 10 جوائز وكذلك صار عليها إقبال كبير ونمو في المشاركات. فهذه كلها فعاليات وأنشطة
ندعو الجمهور أنه يكون مشارك معنا ويستمتع ويستفيد من خلال هذا المهرجان. نعم. طيب أستاذ عبد الله، كيف ترون النتائج ومخرجات النسخ الماضية الاستفادة منها في هذا العام وفي هذه النسخة من مهرجان إكس بوجر؟ نعم، المهرجان في كل سنة يحاول أن تكون له رسالة ويجسدها من خلال ما يقدمه للجمهور. يمكن في حفل الافتتاح كان في مفاجأة، فاجأ المهرجان جميع المشاهدين والزوار. نعم. من خلال صورة التقطت شخص التقط صورة لطفل. صحيح. في حاوية المهملات كان يقرأ كتاب، فتم استدعاء هذا المصور لنشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي، وما توقع أن تنتشر وتحقق هذا الانتشار الكبير الواسع على مستوى العالم. صحيح. فتم تكريم المصور، وكذلك بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير المهرجان يتكفل بدراسة هذا الطفل الصغير. فمن صورة يمكن يعني إلى أمل تحولت إلى تحسين. نعم. تغيير في حياة هذا الطفل. صحيح. فهذه رسالة المهرجان يسعى فيها أنه يحدث أن الصورة قوة والصورة تحدث فارغ دائما. نعم. أستاذ عبد الله، كلمة أخيرة توجهها لزوار هذا المهرجان وهذه الفعالية تعيزة في إمارة الشارقة ولمحبي كذلك مجال التصوير. نحن ندعو الجميع أنه يكون يزور من خلال أيام المهرجان. المهرجان اليوم ما أصبح فقط أنه معرض للصور، بل قد أنه يكون أكثر من هو منصة تعليمية. هو كذلك أن المهرجان اليوم يستقطب أفضل الشركات وكبرى العلامات المختصة في مجال التصوير اللي تقدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا واتيح أمام الجمهور سواء لشراء هذه الأدوات. بالإضافة إلى أن المهرجان اليوم يتيح اقتناء اللوحات والصور اللي يلتقطها المصورين، وريع هذه اللوحات يذهب إلى المؤسسات والجهات الخيرية في إمارة الشارقة لدعم برامجها. فهذه كلها برامج وهذه كلها أنشطة ندعو الجمهور أنه يكون متواجد معنا ويستمتع ويستفيد من المهرجان. نعم. أستاذ عبد الله حسن الياسي، رئيس قسم العلاقات العامة في طبعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيكم العافية وكل التوفيق إن شاء الله لكم. شكرا لكم. شكرا.